سيدي. عليا النعمة يا باشا، أنا نفسي اتفتحت للشغل معاك. طول عمري بعوم جنب الجمبري ومش طايله بإيدي. طول عمرك معفن ودني. أنا لو الباشا هيشغلني معاك فول وطعمية برضه هشتغل. يا حبيبي حنين قوي. يا متر. فندم. عندكم لحمة ولا أنتوا مقطعينها؟ موجودة يا فندم. طب اعمل الأفندي ده 2 كيلو لحمة مشويين. ها؟ أصل هو ما بيحبش الأزازة، بيحب الأوبر. حاضر يا فندم. إيه يا زياد ما بتاكلش ليه؟ لا يا فندم أنا مش همد إيدي على الأكل قبل حضرتك يعني. لا أنا مش هاكل. أنا جايبكم عشان أتكلم معاكم وأنتوا بتاكلوا. بس عايزكم تفتحوا مخكم معايا وتركزوا كويس في الكلام اللي أنا هقوله. لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد إذنك بقى يا باشا. يا متر والنبي واحد استاكوزا جامبو الله يخليه. أيوه الكبيرة دي. ماشي ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. دلوقتي الموضوع اللي أنا عايزك اللي إيه يا دكتور؟ اتجننت؟ بقولك ركز معايا. ما انا مركز يا باشا، ده جروب كان عندي في شرم من فتره يعني. دول اسرائيليين. ايه يا باشا؟ انت هتفضحنا ولا ايه؟ ما تخلي الطبق مسطور. ده سواح جلد قوي، ده انا مره خدتهم وغطست بيهم تحت الميه، وقعدت افرجهم على الشعب المرجانيه مرجانه مرجانه لما اتقطع نفسي، في الاخر قعدوا يلموا من بعض وادوني 5 دولار، عالم جلده. جلده ايه وزفت ايه؟ انت بني ادم انت ما عندكش دم. واخد الاسرائيليين تفسحهم تحت الميه يا خاين يا عديم الوطنيه يا عميل. الله الله الله. او اللي زي ده يا باشا لازم يتشنق في ميدان عام. اكل العيش اعمل ايه يعني؟ الله. وليه ما تعتبرش اللي انا عملته ده عمل وطني اللي مشرف مصر انت؟ لما طلع من جيبهم 5 دولار ابقى انا الكسبان. ولا انت ايه رايك يا باشا؟ انت ايه رايك يا زهر؟ لا والله انا ناجي بيه بحب. معلش ممكن ارد على التليفون؟ ايوه كريم. ايه؟ مالك مالك؟ اسم ايه؟ ليه؟ طب اهدى اهدى اهدى. انا هاجي. معلش انا اجيب ايه؟ اخويا اتمسك في الاسم ولازم اروح له. انا جاي معاك. طبعا انتوا قاعدين. احنا مستنيينك يا باشا، الاسم ورانا مش بعيد. اي خدمه يا باشا، انت بس سيادتك تدينا رنه هتلاقينا قدام سعادتك على طول. انا جاي معاك يا باشا. خليك انتوا عسام، انا هروح معاه وهنيجي على طول، ما حدش يتنقل من هنا. حنين قوي. ادفع.